اقف وارفع ايديك فوق. ارمي السكينه اللي في ايدك. ما تفتكرش انك تقدر تاكل دماغي مره تانية. المره دي هاكل حياتك، هاكل عمرك يا زلنطح يا جربوع. عيب، ده احنا ولاد كار واحد وما يصحش نقعد ببعض. ارمي السكينه اللي في ايدك. هادي السكينه، نتفاهم بقى بالعقل والاصول. ايه اللي دخلك انا يا حرامي؟ لا ما تفهمنيش غلط، انا صاحب حق. حق؟ ما تيجي نطلع نشوف حصل ايه. احنا مالنا اللي علينا عملناه، ومحدش فيهم يقدر يلومنا. سيبنا سباس يدخل الاوضه وبلغنا مستطاع، يعني اخلصنا على الوسين. سيبهم بقى يتصرفوا مع بعض. زباغ شراني وبيلعب بالسكاكين. ما هو مستطاع طلع له زي المسدس. ده مسدس لعبة. لعبة؟ بيبقى صوته بس. أنا اللي بإيدي شارهولهم من محل اللعب. خليهم يتقصوا بعض، واللي يركب إحنا محاسيبه وخدامينه. إيه اللفة دي؟ شاع عمري. الله أفتح. أنا حديك 5000 جنيه. أفتح وريني فيها إيه؟ لا تكون منشورات ولا مخدرات بيضة طبعاتك سودة. لا، هو أنا ناقص لا بيضة ولا سودة؟ ها؟ اتفضل شوف. كم دول؟ انا هغرقك ب5 وبس. وانا هغرقك في غابات السجون يا حرامي. لا لا، دي فلوسي جمعتها بشاء عمري. جمعتها بالنصب والدجل والنقر النتن. دي فلوس الشعب ولازم تسلم الحكومة. دستور، بلاش السيرة دي. انا هغرقك ب7 وبس. 7 مين يا ابو 7؟ انا هاخد النص. نعم، وعايز تلها في 40,000 جنيه؟ 40,000 ما ينفعوش، انا ما اخدش اقل من 50. ايه؟ ايه؟ عاجبك ولا نديهم كلهم للحكومة يا حرامي؟ أنا برضو اللي حرامي. اخرس اخرس يا دجال يا بتاع العجايص، فوت قدامي. لايس لو انت هايس قوي كنت لايس، تعالى يلا نشوف الهجايس. لو انت هايس قوي كنت لايس، لو انت هايس قوي كنت لايس، تعالى يلا نشوف الهجايس. تعالى 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 يلا نشوف الهجايس. العرايس والبخت صايص، ست العرايس والبخت صايص، يلزمها رقوة من عين بصايص. والبهدة حايس وعودوا مايس، والبهدة حايس وعودوا مايس، شدوا بدقة من طرخة صايص. قلبي لايص في الحب غايص، وده قلبي لايص في الحب غايص، دش فيه بهدنا وحبة قصايص. ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني. الناس دي عايشة باعوا النصايص، الناس دي عايشة باعوا النصايص، تنام وتصحى على الهجايص. لو انت هايص قوي كنت لايص، لو انت هايص قوي كنت لايص، تعالى يلا نشوف الهجايص. تعالى 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 يلا نشوف الهجايص. اخبار رحلتك ايه؟ كانت ناقصاك، سمو الامير بيسلم عليك.
سلام حاف كده؟ لا، مغمس بشيك دسم لدعم مجلد سنانير يا صياد. اكيد شبكتك الخاصه عمرانه طبعا. كالعاده وبطل قرر. عيون الحبايب ما تحسدش يا صاحب الكرامه. كله بيحسد دلوقتي، جاتك نيله. اخبار الواد طاروطه ايه؟ ساعة ما نشرنا صورته في المجلة وقلنا عليه ملك الجمودية محدش عارف يكلمه. بيورد الراجل المحلي بانتظام؟ ابدا، ده ناقص شركة الاتعاب اللي بتدفعها كل زبونة بتيجي عن طريقه. يا ساتر، ده واد قلق. مش عارف الواد طاروطه بقى الزبائن بتدفع ايه؟ نهار اسود، ما هم بيقولوا له كل حاجة، هو بيسرحهم. المهم يسرحهم علينا. المحل مكلفنا 350 ألف جنيه. ما تدقش معاه، زباينه طعمين وشغلهم سهل وقطفهم لذيذ. طبعا يا عم، ما انت عمال تقطف كل حاجه لوحدك. بكره هشتري لك صندوق. بهدد. ربنا يبسطكم بنات هنا. عامل حسابك يا ولد. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا بروفيسير، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أميرة الرأس نزلت اتصلت كتير عشان تتفكر معاك حفلة تعملها على شرفك. شرف ما يتعمل عليه حفلات. ده تمجيد يا باشا. بعد ما راح المقبرة وقت من مناخيره سكرة. حلو. احنا كده ما بنمجدش الا اللي بيموت، وطول ما هو عايش ننعل سلسفيل جدوده لحد ما يطب.